هذه لقطات من زاوية أخرى لمشاهد الدمار الواسع الذي أحدثه زلزال بقوة نحو 8 درجات على سلم ريشتر نهاية الأسبوع الماضي في النيبال. وما زالت فرق الطوارئ تواصل البحث عن ناجين محتملين وانتشالهم من تحت الأنقاض في باكتابور والعاصمة كاتماندو، حيث دمرت 100,000 المنازل. الزلزال أدى إلى مقتل أكثر من 6,000 شخص، واعتبر الاتحاد الأوروبي حوالي 1,000 أوروبي معظمهم من السياح في عداد المفقودين. وتفاديا لانتشار الأوبئة، شرع بحرق عديد الجثث في كاتماندو. وفيما يتم انتشال الجثث من تحت الأنقاض، ما تزال فرق الطوارئ غير قادرة على الوصول إلى بعض المناطق النائية. وتقول الأمم المتحدة إن الزلزال ألحق أضرارا بنحو 8 ملايين نيبالي من أصل 28 مليون نسمة، ويحتاج 1,000,000 شخص على الأقل خياما وماء للشرب وغذاء وأدوية خلال الأشهر 3 المقبلة. وكان الزلزال ضرب مناطق مجاورة للنيبال خاصة في الصين والهند.